سبقت وصرحت ولو انه اليوم ماذا بيا نحكيو اكثر على منتخب ليبيا، على مباراه مع المنتخب الليبي، هذه هي اللي عندها الاهميه القصوى بالنسبه لنا احنا، وهذا محور الندوه الصحفيه هذه. لكن احتراما ليك، ثلاثه نقاط واضحه. يوم السبت 11 مارس مباراه كليرمون فوت مع لانس، الموقع الرسمي على خاطر اللي يحب يعرف الحقيقه كان سهل ياسر، كان الناس كل خدمتها سهل ياسر الحقيقه. الموقع الرسمي للنادي، كل المواقع الفرنسيه تاكد غياب سيف الخاوي ولعب اخر من الفريق نتاعو بداعي الاصابه. السير الطبيعي تاخذ شربة لا بروسيدور اللي نعتمدوها بروسيدور العادية اللي يقع اعتمادها وصارت مع أربعة لاعبين، نوضحوني مالوروزمون نلقى روحي مرة أخرى باش ندخل في دي ديتاي اللي احنا في غنى عليها، لكن احتراما ليكم، صارت مع عصام الجبالي، وقع إعلان على إصابته، نتصلوا به بعد نصف ساعة بالضبط، تقرير طبي من طبيب اللاعب هذا يعطينا تقرير مفصل وتحديد مدة الغياب. واحد، إصابة ديلان برون في نفس التاريخ وفي نفس اليوم مع نادي ساليرنيتانا، وكان تغيب على المباراة نتاعو مباشرة. طبيب المنتخب يتصل به، ديلان برون يجاوب بالوقت اللي هو إصابة خفيفة فقط، لي معناتها كونتوزيون صغيرة، أكد اللي هو باش يكون حاضر وما ثم حتى مشكل صحي. ديلان برون اليوم موجود معنا. إصابة هيكل الشيخاوي، اتصال مباشر من الطبيب نتاعنا بالاتحاد المناسيري والإجابة كانت واضحة، 14 يوم غياب نشوفه اليوم في هيكل الشيخاوي. إصابة آخر حاجة غيلان الشعلالي مع الترجي الرياضي التونسي بعد موقع استدعائه في ظرف 24 ساعة يوم الجمعة، غيلان الشعلالي كان مصاب مع الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت هو موجود، قام بالفحوصات اللازمة واتخذوا القرار الطبي ما بين بالتنسيق ما بين إدارة المنتخب وإدارة الترجي الرياضي التونسي، ونتمنى له الشفاء بالمناسبة هذه. دونك المعلومة الأولى، لاعب سيف الدين الخاوي غايب للإصابة يوم السبت. التصرف الطبيعي اتصال من دكتور المنتخب، نجموا تتصلوا بسهيل الشملي، والكلام اللي نحكي فيه كل موثق، ثم اتصالات واضحة وثم دي ميساج على خاطر سيف الدين الخاوي ما جاوبش، خلاله طبيب المنتخب عدة رسائل دي ميساج باش يتصل عليه باش نطمنوا باش نشوفوا البروسيدور اللي نجموا باش ناخذوا التقرير الطبي، وإذا كان ثم أشعة باش نعرفوا بالضبط نوعية الإصابة. من يوم لحد وقع الاتصال، نهار ثلاثة سيف الدين الخاوي ما جاوبش، جاوبوا إلا نهار ثلاثة، قال في كلمة موجزة اللي هو لازم الاتصال بطبيب الفريق، يرجع لي الدكتور باش ناخذوا القرار لأنه ما عندوش حتى معطى على الإصابة هذه. نتصلوا مرة أخرى باللاعب لأنه دكتورنا اتصل طبيب كليرمون ما وقعتش الإجابة، ما وقعش تفاعل، عودنا اتصلنا باللاعب يأكد اللي هو ما ينجمش ياخذ حتى قرار، لازم الاتصال مرة أخرى بالطبيب الفريق. نهار الأربعاء وقت اللي إطار الفني للمنتخب في اجتماع، لازمنا نهار الخميس باش نعملوا كونفيرونس دو بريس نعطيو القائمة النهائية، لازم نهار الأربعاء نوقفوا القائمة، ما ثماش حتى إجابة من الناحية الطبية. نتصلوا مباشرة اللي تحكي فيه أنت سليم بن عاشور من الإطار الفني، سليم بن عاشور راه كيتصل بسيف الخاوي للتوضيح، ما يتصلش بيه بصفة اتيتر داميتي، اتصل به كاطار في المنتخب الفني، والصلوحيه نتاع سليم بن عاشور والا علي بومنيجل من ضمن المهام نتاعهم وفي عمليه وجودهم في المنتخب للجانب الاتصالي عنده اهميه كبيره مع اللاعبين مزدوجين الجنسيه، وهذه استراتيجيه كوميونيكاسيون اللي احنا حطيناها اون بلاس تو نحكيو عليها في مناسبه اخرى. وقع الاتصال باللاعب حرفيا كان جاوب سليم بن عاشور كان واضح، قال اللي انا مازال عندي اوجاع، حس باوجاع اكزاكتمون كاس كي لادي جو سوي انسيرتان بور لو بروشان ماتش بارتيسيباسيون تاعي حتى المباراه الجايه، وتعاودوا تتصلوا بالطبيب نتاعي. التاكيد عليه سؤاله راك غدوه تنجم تكون موجود في القائمه تاع المنتخب حاضر ولا، قال انا نشعر باوجاع. المعطى اللي عند جلال القادر والاطار الفني نهار الخميس، اصابه معلنه تاع اللاعب في السيت اوفيسيال، طبيب فريق كليرمون ما يجاوبش على الاتصالات، ما بعثش تقرير، اللاعب يقول لك انا مصاب ونشعر باوجاع. شنو هي الديكلاراسيون اللي نجموا نعطوها نهار الخميس؟ نقطه ونتعدى.